لماذا؟ لأنه قبل ما نبدأ نهضر أكن كل احترام للشيخ رابح سعدان. يا شيخ رابح سعدان، بكل ما قدمته للكرة الجزائرية من سلبيات وإيجابيات، في نظري آن الوقت لتستريح. هو مستريح؟ لا لا، معليش، ما يستريح، لكنه لم يستريح من التصريحات هذه. هو ما يهدرش، لا ما يهدر، ما يهدرش سي نورمال، كما يهدرش. تقاعد من منصبه كمدرب، تقاعد تقاعد جوستومون، تقاعد. انت تدعوه للتقاعد من الكلام؟ لا تقاعد، لانه الخرجات هذه اللي يلبس فيها دائما ثوب ضحيه. نقادروك ونعزوك شيخ 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 سعدان، فرحتنا في اعوام سابقه، لكن أنا الأول لكي تسلم المشعل الآخرين. قلت هنا في الجزائر ما قيمونيش وما داروليش وما عملوليش وما صنعونيش. يا أخي، كنت مدرب المنتخب الوطني الجزائري لسنوات عديدة، اشتغلت في الفاف عامين من 2017 2019، كنت مع الفئات الشبانية، كنت كمدير فني ولا ما على باليش واش كان. يعني قيموك، ما تقولش ما قيمونيش. وباش نطرح السؤال، ماشي باش نطرح سؤال، باش نزيد نضيف، في الفترة هذه ما بين 2017 و2019 ماذا قدمت سواء الفيدرالية الوطنية الجزائرية ولا حتى للفئات الشبانية؟ وإن كان تخرج كلامه من السياق، هو قال تكريم ولو محاضرة. يعني يستدعوني مرة على مرة، ما يخلونيش نسيا منسيا. تفضلي مينات وردين على فوالا، باش نرجع عليك المحترم رابح سعدان، وأنت محترم يوسف، ما قالكش رجعوني نولي أونترينور ولا ندير وش. قال لك قيموني، قال لك أعطيني ندير محاضرة. إيفو با نيي كو هاد الراجل، الرجل هذا يعطى بزاف الجزائر وعنده ان غون باجاج اللي يقدر يترونسمي سون سافوار للفئات هذوما اللي راهم جايين. دونك ما راهوش يدوموندي عفسة امبوسيبل ولا اكستراوردينير، راهو يدوموندي في عفايس قلال. كيفاش محاضرة على واش؟ انت تعرف الرياضة خير مني، ماشي جوستيما نهضر على واش محاضرة. يقول لك عندي بزاف القاب وتاريخي مليء، نستطيع ان اقدمه، ولكن مينا ما تشوفيش باللي يجب ان يقتنع رابح سعدان باللي مرحلته انتهت. اوكي، خلاص صحي فوقانية كي لا توتام بالماضي، لانه مازال يقول لك خرجت الفريق الوطني من البير. المرحلة، شوفي جمال بالماضي لما يهضر بصورة جماعية على أساس أنه المنتخب الوطني هذا كتلة واحدة صناعته الجميع وبأنه ملكية جماعية. ما نقدروش أنني نحس في رابح سعدان كلامه كأنه يقول أنا صاحب الفضل في المنتخب صاحب الوطني. صاحب الفضل قاده انسان، راه انسان. ممكن نوصل، ممكن نوصل انس تكمل المينا. التفاته فقط، سي فري كو السيد عنده بالماريس كبير اللي قادرين نزيدو نجبدو منه مادام وحي، ما نسناوش حتى يموت ونكرمو. عطاوه مناصب، عطاوه مناصب. طيب معليش انس، تفضل بسرعه. نسال عبك اسكو، راك تشوف شحال من واحد راه يديكلاري ديكلاراسيون كيما هذه، شحال من واحد ما راهش يقيموه في بلاده. خليني نكمل لك. شحال من واحد، شحال من واحد من هذو ما قيموش؟ معليش تعقيب برك، شحال من واحد ما قيموش؟ وشحال كاين، شحال كاين من كفاءات شبانيه، وشحال كاين من كفاءات شبانيه سواء في الرياضه ولا في مختلف المجالات اللي راهم مهمشين. من المفروض انه نعناو هذو الكفاءات اخرى. تبالي باللي رابح سعدان ما فهمتوش واش قال. على بالي بعد تكريم رمزي، يعني ما تخلونيش في مدينه ليون منسي.